نقول ازحفوا على بركة الله واتونا برأس الحوث وبإذن الله إن سمحوا لنا نضعه هنا على الطاولة بإذن الله. إذا في العمر بقية ألتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج عملاء إيران. لعله الآن يقولون مثل ما قالوا المرة الأولى هذا الغامدي يحرض اقبضوا عليه وإلى آخره، لكن نقول في سبيل الله بإذن الله تعالى وبإذن الله لك يا الحوثي بإذن الله بإذن الله. أكرم الله السادة المشاهدين بالشلوت على رأسك بإذن الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأن